السلام عليكم، تفضلوا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. تعذرون لنا شيخنا بالبدء إن شاء الله. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا بحفظك وكله برعايتك وعلي ذكره وشأنه في العالمين، واجعل ما يقدمه في ميزان حسناته يا أرحم الراحمين، وامد في عمره على الخيرات والطاعات يا أكرم الأكرمين، واجعل هذا المجلس المبارك حجة لنا لا علينا، واجعلنا من يأخذ كتابه باليمين، وأظل أن ظل عرشك وما لا ظل الا ظلك، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجعل مآلنا الى خير وخاتمتنا الى خير، انك سميع قريب مجيب الدعوات. ايها الاحبة الكرام، نرحب بكم في هذا المجد اللقاء الاسبوعي مع فضيلة شيخنا درة الاحساء وعمدتها في فقه الشافعي، الشيخ الدكتور احمد بن عبد اللطيف العرفد، لقراءه باستئناف ما بدانا من قراءه هذا الكتاب المبارك، صفوة الزبد بن رسلان رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بسندكم اليه شيخنا المبارك، قال: وسن بدء الحج ثم يعتمر، ولا يتجرد محرم ويتزر، ويرتدي البياض ثم التلبية، وأن يطوف قادم والأدعية يرمل في ثلاثة مهرولة، والمشي باقي سبعة تمهلا، والاطباع في طواف يرمل فيه وفي فيه فيه وفي سعي به يهرول، وركعة الطواف من ورا المقام، فالحجر في المسجد إن يكن زحام، وبات في منى بليل عرفة، وجمعه بها وبالمزدلفة. أحسن الله عليكم شيخنا. بتورتح الفجرا وقف بالمشعر، تدعو وأسرع وادي المحسر، وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت، مكبرا للكل واقطع تلبية، مذبح الهدية بها كالأضحية، واحلق بها او قصرا مع دفن شعر، وبعده طواف الركن، وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، باثنين من حلق ورمي النحر او الطواف حل قلم الظفري. نتوقف هنا شيخنا ولا أكمل؟ لا بس نتوقف ونشوف إن شاء الله الوقت بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ في هذا المقطع من الأبيات السنن التي ينبغي للحاج أو المعتمر المحافظة عليها، وينبغي أن لا يتهاون فيها لأن أجرها عظيم جدا، وخاصة أنه في أماكن تتضاعف فيها الحسنات بمئات الآلاف، وعند القبول إن شاء الله لا حصر للمضاعفات بفضله سبحانه. فذكر الشيخ قال: وسن بدء الحج ثم يعتمر. هذا بهذا يذكر أو يشير إلى أنواع الحج، وهو الإفراد والتمتع والقران. وعند الشافعية الأفضل هو الإفراد، وكذلك عند المالكية، أما عند الأحناف فالأفضل القران، وعند الحنابلة الأفضل هو التمتع، وعند الجميع هذه الأنواع الثلاثة كلها جائزة، ويتخير الحاج بينها بحسب ما يناسبه في سفره أو صحته أو ماله أو نحو ذلك. فمن حيث كما ذكرنا عند الشافعية الأفضل هو الإفراد،
وهو أن يبدأ بالحج، فإذا أتمه انتهى من الرمي كله، حين ذلك ينفر من منى. فإذا نفر من منى، سواء النفر الأول إذا صح له أن ينفر النفر الأول أو بالنفر الثاني، حين ذلك يشرع له أن يبدأ بالعمرة أو أن يعتمر فبعد تمام الحج. وتستمر يعني وقت الأفضلية هذه إلى تمام ذي الحجة، يعني ليس شرط أن يكون بعد الحج مباشرة. يعني لو أخر 10 أيام مثلا وبدأ في مثلا في 25 من ذي الحجة فرضا، أو حتى إلى آخر يوم من ذي الحجة وأدى هذه العمرة، فيدخل في الحج الإفراد الفاضل. أما إذا أخره إلى ما بعد ذلك، يعني دخلت السنة الجديدة محرم، فالآن سيفعل العمرة، فيكون حجه يسمى إفرادا، ولكن ليس هو الفاضل، بل غيره من تمتع أو قران هو الأفضل. فإذا لكي يكون الحج بالإفراد هو الأفضل، أن يحج ثم يأتي بعمرة في بقية شهر ذي الحجة. أما إذا حج فقط ولم يعتمر مطلقا، أو كما ذكرنا حج والعمرة أتى بها بعد خروج ذي الحجة، فحجه وإن سمي إفرادا ولكنه ليس هو الفاضل، بل صار مفضولا. نعم، وسن بدء الحج ثم يعتمر، وليتجرد محرم ويتزر. يعني هذا التجرد ينبغي أن يكون قبل نية الإحرام. طبعا التجرد من المخيط في بعد الإحرام واجب، ولكن الاستعداد للإحرام قبل نية الإحرام، فيتجرد وما يتبع ذلك من الغسل والتنظف ووضع شيء من الطيب في الجسم وليس في الإحرام. نعم، هذا أيضا كلها من السنن للاستعداد قبل النية، ولكن بعد النية لا، صار واجبا أن يعني يخلع شيء كان قد لبسه من المخيط، فلو تراخى لا لازمته الفدية. وليتجرد محرم ويتزر. طبعا الإزار والرداء بالنسبة للرجال، أما النساء فستر جميع الجسم، وتجتنب المرأة القفازين، وإن كان مطلوب منها تغطية اليدين لحضرة الرجال الأجانب، أو كذلك الوجه، يعني تجتنب الغطاء الملامس لبشرة الوجه، وإن كان يجب التغطية يعني عن الرجال لحضور الرجال الأجانب. نعم، وطبعا يعني كما يتزر يرتدي الرداء، أيضا مطلوب للرجال، ولكن الاتزار فيه نوع من المسامحة في وضع مثلا ربط، أن يربط أو يشد بمثلا يعني ما يسمى بطقطق أو نحو ذلك من بعض الملصقات، لكن ينبغي أن لا تكثر. يعني لو وضع مشبكين أو مشبكين 3 مشابك مثلا في الإزار ما في مانع،
أو ربطه برباطات يعني متعددة يعني قليلة أيضا لا بأس، فيتسامح في الإزار بهذه المسامحات البسيطة، ولكن لا يخيطه يعني لا يجعله مثل التنورة مثلا، لا هذا لا يصح، هذا يعد من المخيط، وإنما لابد أن يكون الإزار يلف لفا، ولكن يعني للحاجة أن يثبت ببعض المشابك أو ببعض اللواصق في بعض أطرافه لا بأس، ولكن أن مثلا يوضع له سحاب كامل مثلا من أوله إلى آخره، أو يزره بمئة زرار مثلا من أوله إلى آخره، هذا لا يصح، هذا في حكم المخيط، فالإزار يتسامح في هذه المشابك القليلة، لكن الرداء لا يتسامح في أي مشبك، الرداء فقط يوضع وضعا يلف لفا، لكن لا يوضع له لا طقطق ما يسمى بطقطق أو مشبك أو نحو ذلك من هذه المثبتات، لا يصح في الرداء. ويرتدي البياضة، يسن أن يكون أبيض بالنسبة للرجال، فأما لباس المرأة فبأي لون من الألوان، لكن لا تكون زاهية، لا تكون ملفتة للنظر أو هي عامل على التجمل، وإنما هي أي لون من الألوان الهادئة. ويرتدي البياض ثم التلبية، يعني من السنن التلبية من أول الإحرام، من حين ينوي نية الإحرام يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، لكن اختلف في التلبية الأولى، التلبية الأولى لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم مثلا بعمرة إذا كان معتمرا، أو لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم بحج، هل هذه واجبة أو لا؟ فبعض العلماء عند بعض المذاهب أظنه عند الأحناف يوجبون هذه التلبية الأولى، لكن عند الشافعية النية لها استقلالها، يريد أن يدخلها في التلبية لا بأس، لا يريد أن ينوي نية مستقلة ثم يلبي، فهذه التلبية سواء الأولى أو غير الأولى هي سنة على الدوام، ولكن تتأكد التلبية عند الاجتماع، حينما يجتمع بعض الحجاج مع بعض، أو حينما يريدون الانصراف، أو حينما تتغير أحوالهم من مثلا جلوس من النوم أو الانتهاء من أكل أو من شرب أو من أو ارتفاع في الطريق أو نزول في الطريق إلى آخره، عند تغاير الأحوال تتأكد التلبية، ولكن هي مسنونة على طول ما هو محرم إلى أن يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف الطواف له أذكاره الخاصة يقطع التلبية في أثناء الطواف، ثم إذا انتهى من الطواف إن كان طبعا لا يزال في الحج أيضا يستمر في التلبية، أما في العمرة لا، بمجرد ما يبدأ بالطواف خلاص ينقطع وقت التلبية، وأن يطوف قادم والأدعية، يعني الآن من السنن أيضا طواف القدوم، طواف القدوم طبعا هذا للحاج، أما المعتمر فهذا الطواف طواف ركن للعمرة، فما يسمى طواف قدوم، فالمعتمر ليس له طواف قدوم وإنما هو طواف العمرة، لكن طواف القدوم هو سنة للحاج قبل عرفة، قبل أن يدخل وقت عرفة إذا أتى مكة فيسن له أن يطوف،
وهذا الطواف من فوائده أنه إذا أراد أن يقدم سعي الحج بعده فلا بأس. الأصل في أن سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة، ولكن الأفضل إذا أمكنه أن يقدمه إلى هذا الوقت، إلى ما بعد طواف القدوم، لا بأس، يكون هذا أفضل، وهذا تخفيف عليه من أعمال يوم العيد مثلا. فهذا من فوائد طواف القدوم، بالإضافة إلى أنه يعني سنة مستقلة، إلا أنه له أيضا يعني جواز تقدم أو تقديم السعي، وأيضا هذا له سنته الخاصة. وأن يطوف قادم والأدعية، طبعا هناك الأدعية للحاج سواء في الطواف أو في غير الطواف، يسن له أن يدعو بدعوات مأثورة، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، بل وحتى لو أراد أن يدعو بما شاء فهو في أماكن يتوقع منها بفضل الله عز وجل إجابة الدعاء، فهو في أماكن متعددة يستجاب فيها الدعاء، فما بين الركن والباب، ما يسمى بالحطيم أو ما يسمى بالملتزم، هذا له يعني فضله الخاص، والدعاء عنده مستجاب. ما وراء يعني مقام إبراهيم بعد أداء الركعتين أيضا له دعاءه الخاص، ويدعو بما شاء، أيضا يستجاب عنده الدعاء في حجر إسماعيل، وأماكن متعددة في هذا بالإضافة إلى الأدعية التي في نفس طواف القدوم أو في أي طواف آخر مما هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أفضل الأدعية ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أراد أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة فله ذلك، ويعني ليس هناك حكر على أي دعاء من الأدعية، ولكن هي كما قلنا درجات في الأفضلية. وإذا يعني كان متعلقا بأمور الآخرة فهو أفضل من أمور الدنيا، ولكن أيضا ليس هناك مانع أيضا زحمة. نعم، فيرمل في ثلاثة، يعني الثلاث الأشواط الأولى من هذا الطواف يسن فيها الرمل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويمشي في البقية، يعني الأربعة الأشواط البقية يسن فيها المشي وليس الهرولة. لو نسي مثلا هل يعوض؟ نسي في الثلاث الأولى، نسي، ولما بدأ في الرابع تذكر، فهل يعوض؟ لا، لا يعوض، هي السنة أن تكون في الثلاث الأولى. وهذا الرمل خاص بالطواف الذي يعقبه سعي، الطواف الذي يعقبه السعي، يعني يريد أن يسعى بعده. فإذا كان سيقدم سعي الحج أو هو طواف عمرة سيسعى بعده أكيد، فحين ذلك يسن فيه الرمل. أما الطواف ليس بعده سعي،
يعني طواف القدوم، ولكن السعي سيؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، فهل يسن فيه الرمل أو الاطباع؟ قل لا، لا يسن هذا إلا في طواف يعقبه سعي. يرمل في 3 مهرولة، والمشي باقي 7 تمهلة، والاطباع في طواف يرمل. هذا الاطباع أيضا مربوط بما يجوز فيه الرمل. أيضا نقول متى، يعني في الطواف الذي يعقبه السعي. أما الطواف الذي لا يعقبه سعي فلا يسن فيه الاطباع كما لا يسن فيه الرمل. إذا المعتمر على كل حال سيرمل لأن بعده سعي العمرة، أما الحاج فطواف القدوم قد يرمل فيه ويطبع إذا كان سيقدم السعي، أما إذا كان سيؤخره فلا يرمل ولا يطبع، وإنما يؤجل هذا في طواف الإفاضة. في طواف الإفاضة هو الذي سيرمل فيه ويطبع فيه لأنه الآن سيسعى بعده. والاطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول. يعني الاطباع أيضا سنة في السعي كله. الاطباع يسن في السعي كله وفي الطواف كله، يعني بخلاف الرمل. الرمل عرفنا في الطواف أنه الطواف الذي بعده سعي يكون في 3 الأشواط الأولى فقط، كل الأشواط الثلاثة الأولى يرمل فيها ويمشي في الـ4 الأشواط، هذا في الطواف. السعي فيه هرولة ما بين العلمين الأخضرين، يعني الآن لمبات خضر موجودة، ففي وجود بوجود هذه اللمبات الخضر يسن الرمل أو يسمى الهرولة. الهرولة أسرع قليلا، فتسن الهرولة في جميع الأشواط الـ7 في السعي ما بين العلمين الأخضرين في 7 الأشواط. أما الاطباع فهو مستمر، الاطباع في السعي كله من أوله إلى آخره. هذا هو عند الشافعية، ولعل هناك خلاف بين المذاهب في هذا، فيعني بعض المذاهب ولعل الحنابلة منهم يقولون أن الاطباع ليس في السعي وإنما في الطواف فقط. نعم، والاطباع إذن في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول، أي يسن الهرولة في السعي. وركعتا الطواف من وراء المقام، يعني أيضا من السنن عند الشافعية ركعة الطواف. ركعة الطواف هذه لها يعني سنيتها الخاصة، فيصليها أفضل ما مكان يصليها فيه وراء مقام إبراهيم، وليس طبعا أن يكون ملاصقا لما وراء المقام، وإنما يبتعد قليلا بحسب الحاجة وحسب وجود الطائفين، فلا يضيق على الطائفين ويضر بنفسه وبالطائفين، وإنما يبتعد بقدر الحاجة. وكل ما وراء المقام في جهة المقام فيدخل في هذا يعني المكان الطاهر إن شاء الله المستجاب، وتحصل به السنة. وركعة الطواف من وراء المقام، زين، إن لم يحصل فالحجر، يعني حجر إسماعيل إذا أمكن. الآن مع إغلاقه للحاجة فلا يمكن أيضا، فلكن الحمد لله موجود يعني الإمكان ما وراء المقام. لكن لو نسي مثلا
أو لضيق المقام أو لوجود الزحمة في كل يعني مثلا صحن المطاف، فينتقل إلى المسجد. أي بقعة من بقع المسجد الحرام يصلي فيها الركعتين في المسجد. إذن وركعة الطواف من وراء المقام فالحجري فالمسجد، أي بقعة من بقع المسجد الحرام يكون تحصل بها السنة. إنزين فقط هذه يقول لا، إنزين لم يستطع في المسجد أو نسيها فخرج من المسجد الحرام يفعلها في أي بقعة، حتى لو ذهب إلى منى أو ذهب إلى شقته أو ذهب إلى أي مكان آخر أو مسجد آخر في مكة يريد أن يصلي هذه الركعتين له ذلك. بل حتى لو نسيها في مكة كلها ولم يتذكرها إلا في بلده، رجع إلى بلده فتذكر أنه طاف ولم يصلي الركعتين، له أن يصلي هاتين الركعتين حتى ولو كان في بلده، فلا يتناهى وقتها، متى ما ذكرها يصليها. وركعة الطواف من وراء المقام فالحجري فالمسجد إن يكون زحام. طبعا هذه الركعتان لو أراد أن يدخلها مع صلاة أخرى له ذلك، يعني لو كان يريد أن يصلي مثلا سنة الظهر أو سنة الفجر فيريد أن يصلي سنة الطواف مع هذه السنة، ما في مانع ينوي سنة الفجر ويدخل معها سنة الطواف. بل حتى لو أراد أن يدخلها مع فريضة من الفرائض فلا بأس بذلك، ولكن كونها تصلى صلاة مستقلة لها أجرها الخاص. وأيضا لا تحد يعني في مكة، يعني سواء صلاها في وقت نهي أو ليس وقت نهي، عند الشافعية في مكة أو في الحرم يعني يصلي الإنسان ما شاء، ليس هناك وقت كراهة في مكة. الوقت الكراهة في سائر البلدان، أما في الحرم فليس هناك وقت كراهة، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشافعية أخذوا بعموم هذا الحديث، عموم لفظ هذا الحديث، ف يعني متى ما أراد الإنسان أن يطوف في أي وقت، متى ما أراد أن يصلي في أي وقت، سواء سنة الطواف أو غيرها من السنن الراتبة أو غير راتبة أو حتى النوافل المطلقة، فيريد أن يصليها بعد عصر أو يصليها بعد فجر ليس هناك أي مانع. هذا خاص بالمسجد الحرام. أما بقية المساجد لا، بقية المساجد يعني لها أوقات كراهة التحريم، لا تصلى فيها النوافل المطلقة كما مر علينا سابقا. وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر في المسجد إن يكن زحام وبات في منى بليل عرفة. انتقل إلى سنة جديدة من سنن الحج، وهو عندنا المبيت بمنى. المبيت بمنى نوعان، ما بعد عرفة ليالي منى وقبل عرفة. قبل عرفة يوم الثامن ليلة التاسع، هذا المبيت فيها مبيت سنة، لو فرط فيه الحاج سواء بقصد أو بدون قصد لحاجة أو لغير حاجة فاته هذا الأجر العظيم، فينبغي المحافظة على هذه السنة وعدم تفويتها، لأن حتى الصلاة الآن، الصلاة في منى أفضل من الصلاة في الحرم. يعني بعضهم يقول لا أنا سأذهب إلى الحرم أصلي هناك أفضل، نقول لا، هذا الصلوات المشروعة في يوم الثامن وليلة التاسع
في منى أفضل من الصلاة في الحرم نفسه. وكذلك أيام يوم العيد وأيام التشريق، البقاء في منى أفضل من الصلاة في الحرم. إذن هذا المبيت يوم التاسع، ليلة التاسع، يوم الثامن ليلة التاسع هو سنة، ولكن من فرط فيه ليس عليه شيء من الفدية، ولكن فاته الأجر العظيم. وهناك من يقول يعني يسن ذبح يعني شاة لكل سنة مثلا تفوت من سنن الحج، سنة بسنة، يعني هذا الفعل الفدية يسن فعلها لترك سنة، ويجب فعلها لترك واجب. هذا كقاعدة عامة. ولكن يعني لا نوجب الفدية بترك هذه السنة. وبات في منى بليل عرفة وجمعه بها، يعني من السنن أيضا الجمع بين الليل والنهار في عرفة، هذا من السنن وليس من الواجبات. وطبعا كما يعني مر علينا، هناك رأي عند الشافعية أنه من الواجبات، ولكنه قول يعني ضعيف. القول المعتمد الجمع بين الليل والنهار سنة وليس واجبا، فينبغي المحافظة على ذلك، وخاصة مراعاة للخلاف عند من أوجب هذا الأمر. هو الجمع بين الليل والنهار هو واجب عند الحنابلة وبعض المذاهب الأخرى، وهو القول الآخر عند الشافعية. وجمعه بها وبالمزدلفة، يعني الذهاب إلى مزدلفة والبقاء بها إلى الفجر، هذا من السنن، ولكن المبيت بالمزدلفة نفسه هو واجب من الواجبات. لكن المكث في مزدلفة إلى الفجر هو السنة. أما أصل المبيت الذي هو لا يخرج من مزدلفة إلا بعد نصف الليل فهذا واجب، لكن لو انشغل عنه بالوقوف بعرفة، إما لأنه لم يدخلها فيحاول الدخول فيها، أو لأن هناك زحمة ما استطاع أن يخرج من عرفة لوجود الزحمة إلا بعد طلوع الفجر، فهل عليه دم بترك المبيت في مزدلفة؟ لا، ليس عليه يعني دم، لأنه معذور. فإذا كان معذورا بالوقوف بعرفة ولم يستطع الخروج من عرفة أو لسبب ما آخر فيعذر. أما المفرط يعني يستطيع الدخول يعني يستطيع المجيء إلى مزدلفة، رجع قبل منتصف الليل، فحين ذلك يلزمه فدية، لأن المبيت بمزدلفة يعد واجبا من الواجبات. بت وارتحل فجرا، يعني البقاء في المزدلفة والارتحال، البقاء إلى الفجر ثم الارتحال من مزدلفة فجرا، ويأتي إلى طرف مزدلفة ويقف بالمشعر. يعني المشعر الحرام هو جبل في آخر مزدلفة، يسن البقاء عنده والدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار، يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس، آسف، قبل طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار، يقف عند المشعر الحرام، يسن في هذا المكان الدعاء. بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر تدعو، وأسرع وادي المحسر،
إذا أتى وادي محسر أو محسر، يعني الوادي محسر السين، هذا هو مثلا بهدوء فيه، بالعكس يسن الإسراع إذا يعني استطعنا ذلك، ولكن كل شيء على مقداره. يعني الإسراع هل فيه إمكان إسراع أو لا؟ يعني يسن الإسراع وفي منن للجمرات جاء نصف الليل من ليلة العيد، يجوز للحاج أن يخرج من مزدلفة، هذا واحد. يجوز له الرمي النفر والذهاب إلى منى ويرمي، يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة، فكذلك يجوز له أن يبدأ بالتقصير أو الحلق. فهذه أربعة أمور متعلقة بنصف الليل، ولا يجوز أي يعني شيء من هذه الأربعة قبل نصف الليل. يعني لو خرج من مزدلفة قبل نصف الليل وأراد أن يرمي جمرة العقبة قبل نصف الليل لا يصح. لو أراد أن يطوف الإفاضة قبل نصف الليل لا يصح. وكما يعني هو معروف، الأفضل إبقاؤها إلى يوم العيد، هذا إذا لم يجد زحمة تضره أو تضر غيره. أما إذا كان يعني سيضر نفسه أو يضر غيره أو يجد فيه كلفة، فلا بأس بأن يقدمه قبل نصف قبل الفجر، ولكن بعد نصف الليل. إذا هذه الأمور أربعة، لا يعني يبدأ وقتها، يبدأ يعني يصح العمل بها بعد نصف الليل، هي الخروج من مزدلفة، هذا واحد، وكذلك رمي الجمار جمرة العقبة، وكذلك الحلق أو التقصير، وكذلك طواف الإفاضة. يعني يبدأ بأي شيء منها ما في مانع، بدأ بالطواف أو بدأ بالحلق أو بدأ بالرمي، يعد قد بدأ بشيء من التحللات، وبمجرد ما يبدأ بشيء من التحللات ينتهي وقت التلبية. يعني لو بدأ بالحلق قبل الرمي أيضا تنقطع التلبية ويبدأ وقت التكبير، أو بدأ بالطواف كذلك، أو بدأ بالرمي كذلك، لأن هذه الثلاث الأمور هي التي تكون سببا في التحلل من الإحرام. ولكن لا يحصل التحلل، طبعا عندنا التحلل تحللان، التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، إما الحلق أو التقصير، هذا واحد، أو الطواف أو الرمي. فإذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وبالثالث يكمل له التحلل الثاني. لكن الأولى والأفضل أن يقدم الرمي ثم
الطواف ثم الحلق، أو الرمي بعد الحلق بعد الطواف على رأي. طبعا ذبح الهدي ليس له تعلق بالتحللات، فلو كان عليه هدي فأراد أن يذبحه أيضا يسن، يعني من حيث الترتيب، أن يكون يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف. هذا إذا أراد يعني الترتيب الأولى والأفضل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت، ذبح الهدي ليس داخلا في أمور التحللات. وفي منى، نعم، وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهي. طبعا الرمي له سننه الخاصة، التكبير عند كل رمية، والوقوف له وقوف خاص، وضع جهة الكعبة أو جهة القبلة على يساره، والرمي والمرمى على قريب من جهة يمينه، ويرمي ثم يعني كما واحدة واحدة بطريقة يعني على هيئة الرمي، إلى آخره، أن يرمي بنفسه. يعني هذه بعض السنن المشروعة في سنن نفس الرمي. وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل، يعني عند كل حصى يكبر، واقطع تلبية كما شرحنا ذلك من قبل، واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها، يعني في منى اذبح الهدية بها. طبعا الآن هذا إذا أمكن، الآن طبعا لا يستطيع الإنسان الذبح بها مباشرة، أو هو بنفسه لا يستطيع، ولكن إذا أراد أن يؤجلها يؤجلها، أو يوكل غيره في الذبح، لا بأس، ما في مانع. وكذلك يسن الأضحية، فإن أراد أن يضحي ما في مانع، الهدي شيء والأضحية شيء آخر. وعند الشافعية الفدي أيضا شيء آخر، الهدي ما يهدى من غير مقابل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهدى 100 ناقة وذبحها صلى الله عليه وسلم، نحرها، يعني نحر 63 ناقة منها، وقال لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه بإكمالها. هذا هدي مسنون لله عز وجل من غير مقابل. والفدي الذي يكون هناك مقابل شيء فعله في الحج من نقص واجب أو نحو ذلك يسمى فدي. فقد تجتمع يعني الفدية والهدي والأضحية، يريد أن يفعلها لا بأس. فعندنا الفدي الذي هو مثلا فدي التمتع أو فدي القران أو أي فدي آخر، هذا شيء واجب، يريد أن يفعل من السنة شيء من الهدي، فيهدي لله عز وجل ويطعم الفقراء هديا مسنونا، أيضا لا بأس. يريد أيضا أن يضحي فله ذلك، لكن لو اقتصر على الفدي وحده أيضا لا يؤاخذ، أو على الهدي أو على الأضحية. مكبرا للكل واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالأضحية. الهدي والأضحية له وقته الخاص، الذي هو وقت يوم العيد وأيام التشريق، بخلاف الفدي. الفدي ويدخل أيضا في كما ذكرنا فدي التمتع أو فدي القران، هذا مفتوح طول السنة، فمن لم يستطع أو كان غاليا مثلا أوقات منى
أيام التشريق، أو لا يستطيع إيصاله إلى الفقراء، ويريد هو الذي سيتولى ذلك وإيصاله لفقراء مكة، ما في مانع أن يؤجله إلى ما بعد، في يعني الحج، سواء في ذي الحجة أو في محرم أو في أي شهر من أشهر السنة. له أن يؤجل الفدي، لأنه ليس مخصوصا بيوم العيد ولا بأيام التشريق، بخلاف الهدي المسنون وكذلك الأضحية، فهذان مخصوصان بوقت معين الذي هو يوم العيد وأيام التشريق. واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر. في الأصل أنه ركن من أركان الحج أو العمرة، الحلق أو التقصير ركن من الأركان، ولكن الحلق أفضل من التقصير، وأيضا الحلق والتقصير في ميناء هو أفضل من غيرها. إذا واحلق بها أو قصيرا مع دفن، هذا دفن الشعر هذا يسن على الإطلاق، يعني حتى الإنسان العادي سواء رجل أو امرأة إذا قص شعره لا يرميه، وإنما يسن دفنه، هذا من السنن. كذلك في تقليم الأظافر يسن دفن الأظافر المقلمة وكذلك الشعر المخصوص. على كل حال، ويتأكد الأمر كذلك هنا، واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر. بالنسبة للمرأة لا يتصور فيها إلا التقصير، وأما الرجل فالأفضل هو الحلق، ثم بعد ذلك إن لم يحصل فالتقصير، وكل ما كان التقصير شاملا لأكثر الشعر فيكون أفضل، ولكن كما مر علينا سابقا أقله 3 شعرات ليحصل التحلل. وإذا قصر من شعره، من شعر طبعا لا يكون إلا من شعر الرأس، ذكر بعض العلماء أنه يسن أخذ شيء بسيط من اللحية، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعضهم لا يجعل هذا سنة، لا يريد أن يفعل لا بأس، لأنه يعني هذا فعل صحابي رضي الله تعالى عنه، لا بأس بفعله، يعني لم يذكر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ذلك كونه سنة. واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، وبعده طواف الركن، يعني الآن يدخل طواف الإفاضة بعد هذه الأفعال، الذي قد رمى الجمرة وكذلك قد ذبح الهدي، ثم بعد ذلك حلق أو قصر، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. بعضهم يريد أن يعني يحلق ويرمي لكي يلبس ملابسه ويطوف بملابسه، فهذا جيد، يعني يحافظ على هذا الترتيب ويطوف بملابسه، فهذا يعني من باب التخفيف، إذا أراد أن يتخفف فيفعل هذه الأمور، ولكن إذا أراد أن يقدم الطواف فسيطوف بإحرامه. واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر وبعده طواف الركن، نعم، وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي. وبعد يوم العيد يعني يوم العيد، هذه أعماله التي عرفناها 4 التي هي الرمي والنحر والحلق أو التقصير وكذلك الطواف. وإذا كان لم يسعى من قبل فيسعى بعد طواف الإفاضة، أما إذا قدمه فليس عليه سعي آخر، حتى ولو كان قارنا، لو كان قارنا أو مفردا
أو متمتعا، فليس عليه في إذا قدم مثلا، يتصور طبعا تقديم السعي في حق المفرد والقارن، فهو الذي يعني يجوز أن يقدم السعي. أما المتمتع فحجه وعمرته لكل منها سعيه الخاص. وعند الأحناف أيضا للقارن سعيان، وليس سعيا واحدا. أما عند الشافعية وبقية المذاهب فالقارن له سعي واحد فقط، إما أن يجعله بعد طواف القدوم إذا طاف، أو يجعله بعد طواف الإفاضة إن لم يسعى قبل ذلك. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، يعني يدخل وقت الجمار التي هي أيام التشريق باليوم الثاني، ولا يدخل إلا بعد الزوال. يعني لو أراد أن يرمي قبل الزوال لا يصح في الأيام الثلاثة، اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع. هذا طبعا إذا أراد، يعني يجب الثالث اللي هو يوم رابع العيد، ثالث أيام التشريق، هذا إذا لم ينفر النفر الأول. أما إذا نفر النفر الأول فيسقط الرمي مع سقوط المبيت. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل، الجمرة الأولى سبعا، والجمرة الثانية سبعا، والجمرة الثالثة سبعا. ويسن أن يجعل كل يوم بيومه، ولكن لو أخر الرمي كله إلى آخر يوم، ولكن مع المحافظة على الترتيب، فيرمي عن اليوم الأول الثلاث، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع إلى الأولى ليرمي عن اليوم الثاني، ثم يرجع إلى الأولى ويرمي عن الثالث، يعني بعد الانتهاء من الأولى والثانية والثالثة، فله ذلك. ولكن الأولى والأفضل أن يرمي كل يوم بيومه. ويجوز في الليل الرمي، يجوز في الليل كما يجوز بالنهار. وكل يوم دخل وقته يبقى وقت الرمي إلى آخر أيام التشريق. يعني اليوم الثاني بعد الزوال دخل وقت هذا الرمي، فلو أخره إلى الليل فيه مانع؟ لا، ليس فيه مانع، ولكن فاته شيء من السنة والأفضلية. لو أخره إلى يوم ثاني، صباح يوم ثاني، هل هناك ما في مانع؟ لا، سيرمي عن اليوم الأول في صباح يوم الثاني قبل الزوال، ما في مانع، لا بأس. لكن ما يرمي اليوم الثاني إلا بعد زوال يومه. فإذا دخل في اليوم الثاني وقت الظهر يبدأ ب رمي يوم الثاني، يريد أن يؤخر اليوم الثاني، رمي يوم الثاني إلى صباح يوم الثالث إذا لم يرد النفر، فأيضا له ذلك. إذا متى ما دخل وقت يوم من الأيام يبقى الوقت ممتدا إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر يوم الثالث قبل الغروب. فهذا وقت يعني سعة، ليس هناك فيه مانع ولا مؤاخذة، ولكن كما ذكرنا كل يوم بيومه أفضل، والرمي في النهار أفضل من الليل، ولكن يراعي الإنسان أيضا نفسه ويراعي الحال، سواء كان قد يخاف من الحر، شدة الحر، فيذهب إلى الليل في الليل أخف يعني حرارة فيستطيع الرمي براحة، أو النهار قد يكون فيه ازدحام فيؤخره إلى الليل فلا بأس، وليس هناك أي مؤاخذة، بحسب المصلحة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم شيخنا المبارك. سؤال أحد الإخوة يقول: طفت حججت في سنة من السنوات، فطفت بالبيت، وبعد الطواف كنت وأثناء الطواف كنت متوعكا جدا، فرجعت إلى البيت قبل أن أسعى. طبعا هو من أهل مكة، فرجعت إلى البيت قبل أن أسعى، ثم سعيت بعد ذلك بعد أن شفيت من مرضي بأيام، فهل هذا يصح؟ نعم، لا يشترط الموالاة بين السعي والطواف، فبل حتى يعني الطواف نفسه أو السعي نفسه لو بدأ ببعض الأشواط ولطارئ طرأ له قطع الطواف أو قطع السعي، له أن يذهب إلى أي مكان ثم يرجع ويكمل ما بدأه، فإذا انتهى مثلا من شوطين فبعد ذلك يريد أن يكمل الخمسة الأشواط فلا بأس، بل حتى لو كان في نصف شوط فعرف المكان الذي تركه له أن يرجع إلى نفس المكان ويكمله، لا يشترط أن يبدأ، ولكن الأفضل البداية من الأول. إذن ليس الموالاة شرطا لا في الطواف نفسه بين الأشواط، وليس شرطا في السعي بين الأشواط، ولا في أجزاء الشوط نفسه، ولا بين الطواف والسعي، يعني لو فصل بأي فاصل بينها طال أو قصر ليس هناك مانع، ولكن ننظر إلى هل هناك تحلل أو ليس هناك تحلل، فإن كان مثلا في عمرة ففصل بين الطواف والسعي فيحذر أنه لا يفعل شيء من المحظورات، فإذا هو لم يفعل شيء من المحظورات إذا كان محرما ومكث يوم يومين ثم سعى بعد ذلك فليس هناك مانع. نعم، السلام عليكم. أحسن الله إليكم. عليكم نعم، أحسن السلام. الله إليكم، تفضل. ممكن نسأل شيخنا؟ بارك الله فيكم. شيخنا في مسألة مهمة والله أعلم، لو سمحت بين لنا إياها، وهي أنه محلي حيث حبستني أو محلي حيث حبستني، لو سمحتم بارك الله فيكم. يعني هذا الاشتراط في أصل النية من يعني السنن، كما يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علم أحد الصحابة هذا الاشتراط، فإذا خاف الإنسان أن يطرأ له شيء من الطوارئ، سواء يعني هذا الأمر متوقع أو غير متوقع، يعني قد يخشى أن تخترب سيارته مثلا، أو امرأة خشيت مثلا أن يطرأ عليها حيض أو نحو ذلك، أو مريض يخاف أن يشتد مرضه أو غير ذلك من هذه الأمور، أو خاف عدوا. المهم، متى ما خاف الإنسان شيء من هذه الأمور العامة أو الخاصة فينويه بهذا الاشتراط، فيذكر في نيته بعدما ينوي: نويت العمرة أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، فإن حبسني حابس، ويقصد به مثلا المرض أو الحيض أو العدو أو خراب السيارة أو نحو ذلك، فمحلي حيث حبستني. فإذا قصد بذلك متى ما طرأ عليه فعلا هذا الشيء الذي قد نواه في بهذا الاشتراط له أن يتحلل، وطبعا بهذا الاشتراط ينوي ويقصد أنه يتحلل بدون فدية، فلذلك يجوز له أن يتحلل ولا يفدي. لكن إذا طرأ عليه هذا الطارئ وهو لم يشترط، لا يلزمه إتمام ما بدأه ولا يجوز له التحلل،
إلا بعد تمام هذا النسك الذي دخل فيه، فليس بالتشهي أو بالكلام الخروج عن الإحرام، إلا إذا منع منعا واضطر مثلا للبعد من الحرم فما استطاع الوصول إليه فيتحلل تحلل محصن. أما إذا كان هو يستطيع ولكن لسبب المرض أو مثلا لوجود الحيض بالنسبة للمرأة فلا بد من المصابرة حتى ينتهي هذا العذر أو هذا المرض فيكمل حجه أو يكمل إحرامه بأعمال عمرة، فيكمل هذا التحلل ولا يعني لا يستطيع أن يتحلل بدون ذلك، هذا إذا لم يشترط. أما بهذا الشرط بفضل الله عز وجل له أن يتحلل متى شاء، أو يصابر، يريد أن يصابر يصابر، يريد أن يتحلل يتحلل. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم شيخنا وأنت المبارك. بخير. يقول أحدهم: ما دليل دفن الشعر حفظك الله؟ هذا يعني كل أجزاء الإنسان، كل أجزاء الإنسان ينبغي أن تدفن لأنها تبعث يوم القيامة، فليس فقط الأجزاء، حتى لو قطع جزء من الإنسان، يعني مثلا لو قطع أصبع من الإنسان يسن دفنه، لأن كل أجزاء الإنسان يعني يسن دفنه. أما إذا كان يعني انقطع أجزاء كبيرة، يعني نصف الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، فالآن يتصور طبعا في الحوادث، ما الحوادث لو ما وجد إلا نصف إنسان والباقي قد يعني احترق أو نحو ذلك، فالآن في هذه الحالة يجب يعامل معاملة الميت بأكمله. لكن إذا كان الإنسان حي موجود ولكن قطع منه أصبع مثلا لمرض أو نحو ذلك، فهذا يسن دفنه، ويدخل في هذا لهم قد يوجب بالنسبة لأجزاء الإنسان، الأصبع أو اليد يتعامل معها حتى مثل السقط، حتى السقط يعني المرأة إذا أسقطت أيضا هناك تهاون، يعني يلقى ويرمى، هذا ليس من السنة، السنة أخذ هذا السقط ويعني يدفن. فأجزاء الإنسان وأصل الإنسان ينبغي أن يحافظ عليه تكريمة للإنسان لأنه يبعث يوم القيامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. يقول أحدهم: امرأة اعتمرت قبل 5 سنوات وقبل الطواف حاضت، ثم رجعت بلدها القريبة من مكة وفسخت عمرتها واستعملت جميع محظورات الإحرام ومنها الجماع، ثم بعد ذلك بسنوات اعتمرت، فماذا عليها في العمرة الأولى التي فسختها بسبب الحيض علما بأنها جاهلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الجهل هل تعذر به؟ طبعا هذا الجهل لا يعذر به، لأنها هي مخالطة لطلاب العلم، وينبغي السؤال قبل التجرع على مثل هذا. ولكن المحظورات التي فعلتها طبعا مع تنوعها يلزم الفدية لكل نوع، ويعني عمرتها الثانية يعني تعد هي تسد مسد الأولى، بعمرتها الثانية يعني كأنها هي إتمام للعمرة الأولى، ولكن ما بينهما من المحظورات
لا بد من أداء الفدية عنها، والله أعلم. طبعا إن كان هناك في المذاهب الأخرى نوع من الترخيص فلا بأس بتقليد هذه المذاهب. فإذا يعني سألت بعض المذاهب الأخرى ف يعني صار عندهم شيء من الرخصة لا بأس، لكن الحكم عند الشافعية هكذا، أن لكل محظور له فديته الخاصة، من نتف شعر مثلا أو طيب أو يعني أنواع كما قلت الجماع أو غير ذلك من أمور المحظورات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أحدهم يقول الجماع ماذا عليها؟ الجماع يعني إن كانت ناسية أو مكرهة ما عليها شيء، لكن إن كانت يعني تعلم ففيها الذبح يعني دم، يعني الذي هو جمل ناقة، هذا بالنسبة أما للجماع الثاني والثالث إن حصل فلكل واحد شاة. أحسن الله إليكم. يقول أحدهم: ما هو الجزء من الليل الذي يجزئ من المبيت الفعلي بمزدلفة، نظرا أن الذي يتحكم في الحجيج الآن الشركات؟ ما يعني علينا من الشركات، وإنما هو يدخل وقت المبيت بمزدلفة من بعد الغروب، هذا يبدأ الوقت، فمتى ما وصل الحاج إلى مزدلفة يمكث بها، سواء وصلها بعد المغرب أو وصلها بعد العشاء أو وصلها حتى قبيل مثلا الفجر، فليس هناك تحديد بوقت معين، المهم أنه يصل إلى مزدلفة ويمكث بها ما شاء الله أن يمكث، لكن لا يخرج منها إلا بعد منتصف الليل، فلو ما وصلها إلا بعد منتصف الليل ومكث بها 10 دقائق أو مكث بها نصف ساعة وخرج فهذا جائز، لأنه ما وصل إلا بعد نصف الليل ما في مانع، هو وقتها كما قلنا يبدأ من بعد الغروب، بعد غروب يوم عرفة ويمكث إلى الفجر، إلى الفجر يوم عرفة، كل هذا وقت المبيت في مزدلفة، وليس شرطا أن يقف طول المدة أو يبيت طول المدة، ولكن لا يخرج من مزدلفة إلى بعد منتصف الليل إن كان موجودا فيها قبل منتصف الليل، لكن هل يحد بزمن معين كذلك إذا وصلها بعد منتصف الليل يعني ينبغي أن يجلس، يعني مثلا إن لم يكن صلى المغرب والعشاء فيسن صلاة المغرب والعشاء في جمعا في مزدلفة، ويمكث إن شاء الله أن يمكث ويخرج إذا أراد الخروج. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم وأثابكم وحفظكم من كل سوء. يا أحبة الكرام، انتهى مجلسنا مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العرفج. بإذن الله تعالى نلتقيكم في الأسبوع القادم في الساعة الواحدة ظهرا، ظهر يوم الجمعة. إلى ذلك الوقت أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل به، جزاكم الله خير. السلام عليكم.